ديان يا جني. طب وينك يا جني؟ وينك؟ تعال ديان الموضوع. الو ابو غضب، شلونها؟ خيو لك ولا بدي اياك بخدمه كثير ضروريه والله. لك احلى ابو غضب والله. خيو بدي ساحر. لك شو بدك؟ شو بدي اسوي فيه يا اخي؟ بدي ساحر يجي لعندي على البيت. عندك ولا ما عندك؟ تمام تمام، بعته لعندي على البيت. شو بده يعمل لما يوصل لعندي؟ خمس دقائق؟ تمام 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 تمام، خلص اوكي ابو غضب. لا لا، خليه يجي لحاله، خليه يجي لحاله. بدي ادله على البيت، خليه يجي لحاله. ماشي، السلامة يا قلبي. يلا هاي هاي. بدك تروم نوم لما بدك يسكر بالزحمة الحية؟ روم نوم لك. بك انا ساحر، بعتني بغضب عندك. بغضب؟ انت ساحر؟ ايه. شو هاد؟ الغضب اللي بعت لي ساحر ولا كيف؟ ما عندك شاي يا روحي؟ لك تروح روحي ان شاء الله. شو روحي؟ لا تخليني بس اكمل ساحر. جاي تشرب شاي ولا جاي طالع تشني؟ خلصني طالع. بس طول بالك، بس صغير. شو اللي جاي من هون؟ شو؟ شو اللي جاي من هون؟ شو بدك خي؟ شو مضايقتك؟ شغلك ولا شغلي؟ شغلك؟ جيب لي صينية وسلك. شو اجيب لك؟ صينية وسلك. شو بدك بالصينية وسلك؟ انت شغلك ولا شغلي؟ يوم شيله. لا لا، شغلك يا اخي، بس خلصوني من الجني، ما عاد يطلع يعني، خلصوني منهم. قصدك هدول؟ انت بدك هدول؟ شنو؟ ايه هدول يا روحي. مسك دق علي يا روحي. شو؟ دق علي يا عمري. يا حبيبي شو هذا؟ والله والله يوفقك. شو بعت لنا؟ ايه خلصنا دق. ايدك 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 شوف هاد عندك الخانة. انا شو بتسوي؟ ايوه رد خذه وروح. وين هذا ضرب الليل؟ والله انا قررت. شو قررت؟ انا بدي اجيب الراديو اللي اسكن عندك يا روحي. بدك تروح روحك. شو تسكر عندي؟ انا عم اسكن يا زلمه. شو بدك؟ لخبطه. انقلع من بيتك ولا انقلع من بيتك. خلي جدي بس انت روح. مش راح اصير جاي إلا أنا برا. أنا قصدي أنا انقلع يا حيوان. طيب بس بوسي. لا تروح، بس بوسي. الله لا يوفقك يا عبد الله. وأنت مبسوط؟ انبسطت؟ اقدح اقدح اقدح، مبسوط؟ لا وين اختفى كمان؟ لك الله. ما راح جرم. وينك عقد ما تبين؟ ما دقنا تلفون لا سلام لا كلام. لك والله عيفة على ربك. لك أبو غضب والله ألف قصة مشغولين فيها. هي قصصك ما تبين علينا ما دقنا تلفون خان. إن شاء الله إن شاء الله هالكم يوم تنحل الصلاة. احكي لي ايش صار مع خوي، احكي لي ايش صار معك، احكي لي. لك والله قصة قصة طويلة يا أبو غضب. ايش عم بصير معك؟ لك ما في شيء، بس عندي رجفة بالحواجب صارت برضه بعيد عنك. عليك العافية خوي، عليك العافية. الصاير معك شو؟ لا لك ما شو اسمه، هاي ايدي بتضل بتهز لحالها. ايش لك ويا ايش عم بصير معك؟ قل لي. لك ما في شيء والله، بنسى. احكي لي. لك شو صار مشكلتك مع الشباب؟ انت احكي لي. لك انت تاكل يوم ثلاثة. شو ثلاثة؟ ثلاثة وثلاثون. الله يا ابو غضب، انت كل بحسب حسابك بالحارة يا اخي. لك الحارة.
تلفوني لا باطل يا بنت. اكيد طب شو يا باطل؟ تلفوني نيشلو؟ طب شو نيشلو؟ لا يا بنت بخوش بسير خد تليفونك لو مو فهم هالقصة بسير تحكي لي نصة ايش القصة؟ احكي لي خلص روح خد تليفونك لو بدك تحكي لي لا بلا ما تعرف القصة لا ما تعرف احكي يعني حابب تعرف شو القصة؟ لكن القصة طويلة يا ابو غدام لك احكي لي احسن ما تطلع حرامي لا شو حرامي يا باطل احكي لي لكن طيب راح احكي لك ديه اطلع خلصني اطلع مين بدك تطلع؟ انت خلص شو بدك انت شو هلا بهمك القصة؟ اطلع لك وينك خلصني اطلع يا اخي اطلع شو القصة؟ شو هذا؟ شو هو غضب؟ هذا نشخ تخته غضب أبو غضب ايه على وقت مالك حيحكي لي غضب انا على غضب ابخر خاف من جني روحي مبليس اهلين مسير عندك شو تسكر؟ فودي لا ما بدي افوت استنى مين عندي؟ لك فودي دي شو بدك فودي؟ لك الجني لك فودي لا ما بدي افوت تعطيني سكر لك فودي ما بدي افوت شو بدي؟ ما عندي شيء والله ما بقدر تعال هربت احسن شيء بدق لبعض السكرتشي يسحر ما يمشي حالهم ما يمشي حاله العقيل خلي السكرتشي احسن شيء وين تليفوني؟ على التليفون بالو حبيبي شلونك يا بالو؟ وين انت وين عم تسكر ما؟ خيو بدي ياخذ موضوع باله لك والله بعرف انك كفو تعال عندي البيت ايه بسرعة تعال لك احلى باله سلامة يا عمري لك والله شكله هذا السكر جدي يطلع منه شيء لك اهلين عمي باله لك نور بيتك عمي باله اهلين فوت لا وقت افوت في فودكا لا ما في لا في فودكا روح بيرة يوسكي نقر ما في لك هذا بيت ابو الليس هذا بده مشروب لعنك الله لك نورت لك عمي بانو لك والله نور البيت بوجودك يا اخي اهلين ابو الليس لا اهلين عمي بانو ايش في ايش ما في ما بشوف هذا لا ايش ما عم تشوفني والله عندي قصه بعدين مشكله بعدين بحكي لك اياها شو بدك بالحكي هلا خيو بدنا منك موضوع ضروري تفضل هيو في شخص بدك تاخذ لي اياه معك اخذه معي؟ تاخذه معك اخي كبه على الطريق بدك تاخذه معك على البيت المهم تاخذ لي اياه من هون ما في مشكله جيبه وينه؟ شو وينه؟ بس استنى شوي في شغله نسيت اقول لك اياها انه بخاف انك تخاف من شو بدك اخاف؟ من الشغله اللي بدي اطلع لك اياها لا جيبه انا ما بخاف جيبه ما بتخاف؟ لا والله هذا سكر شيء منيح يعني خلاص بنجيبه؟ خلص توكل على الله وينك يا استاذ طلع نشوف وينك لك وينك يا عمي طلع خلصني لك هلا قبل وينك على اساس وعدت في فودكا وما فودكا وينه لك هلا انت خلصت شو بدك الفودكا بوصل لك خلينا نخلص موضوعنا خيو تفضل الشيء اللي بدي اياك تاخده معك طلع جنبك لك مين هاد ما بتعرف مين هاد ما بعرفه مين هاد خيو ما اخذه معك انت ما بتعرف خلص انت لك احلى لترين فودكا انا ما بدي اعرف لك شو عم تقول؟ ما تروح؟ انا ما بدي اروح انت ضل حر خيي اثنين بوت كمان بدك اثنين بكون عندك بالبيت خذه وروح انت ضل حر لك روح على كيفك ما تروح؟ الله معك باله ضيتني بكون اثنين بوت عندك واخيرا خلصت من زمان ادق له لباله عجب خلصت ولا ما خلصت؟ ان شاء الله اكون خلصت